طار الحكم بيقول ما في شيء هجوم مرتد لفريق الانصار. احمد حجاز عم ينطل الهجمة مرتد للانصار لكن عم يتدخل اللاعب رامي فقيه وعم ينقذ الموقف بكل بساله. رامي فقيه عم يقطع الكره كره الامام. يا سلام يا سلام، كره عرضيه حلوه كتير، تسديده. هلا حينجح حسين الضر من اعاده ما فعل بالهدف الثاني. نصار نصار بيتركها ليوسف، يوسف يوسف، الكره مقطوعه من رامي فقيه. الحجاز بيلعب كره بالعرض بتتخلص من رامي فقيه. علي قبيسه لحسين نصر الله. غزيه البلده قصه كبيره بدات عام 1970. خلينا نتابع هالكره مقطوعه، ركنيه لماجد عثمان. بدأت العلاقة بين الغزية والأنصار عام 1970 حين انتقل اللاعب والمدرب السابق فؤاد ليلى من الشباب الغزية للأنصار. أيضا هون كرة مقطوعة ركنية. أيضا أمين السر النادي علي حسون لعب للأنصار. أمل على هذا اللاعب اللواتي، اللواتي بيحاول ينطلق وبيحصل على ركلة ركنية. نعم التونسي اللواتي، ومن يومين تونس كانت عم تخسر 5. المعتوق بيسدد ولكن بطريقة رائعة. رامي فقيه بيوقف المكان الصح وبتصدم فيه الكرة لداخل منطقة الجزاء بالمرة الأولى وبالمرة الثانية. بتعود الكرة يافري، كرة عن خط عن خط المرمى. رامي فقيه عم بيخلص وبالمرة الثانية عم بيلعب الكرة الثابتة، بيلعبها طويلة داخل منطقة الجزاء، عم تتخلص من رامي فقيه، بتعود لأحمد جلول ليكون خطأ، مقطوعة من أحمد للغزية عم بينفذها حسن ملاح. بيرفع إيديه الاثنين، هيدي العلامة يعني رح يلعب الكرة لنص المرمى. ولكن الكرة بتكون قريبة من الهدف، هذا الهدف معقول. الكرة كيف بتمر عن خط المرمى، فرصة خطيرة كانت للغزية. الكرة أكيد ما توقعها لاعب الغزية المندفع من الخلف رامي فقيه. اكيد هيدي كرة مدافع يعني واضح مع تضامنصور، ثم كان خسارة مع البرج. البرج المتصدر اذا كما ذكرت. كرة تنلعب داخل منطقة الجزاء على القائم الاول، تنقطع ترجع داخل منطقة الجزاء. كرة بالراس ماكسيم، بعدها عالية، بعدها داخل المنطقة مرة جديدة ماكسيم من جديد، ولكن هالمرة بيبعدها رامي فقيه. توصل لمين؟ انه يحرس الخشبات الثلاثة لمرمى الأنصار. كرة من جديد مع فقيه بيلعبها بوسط الملعب. في سبورتس لواتي بيلعب الكرة داخل المنطقة مقطوعة على القائم الأول، ترجع مع الغزية بيحاول يخليها معه. محمد سرداح مقطوعة، نصار نصار بيلعبها، تنقطع من فقيه من جديد. ماكسيم معه بيلعبها براسه. الحاج المعتوق معه، المعتوق مين؟ معه عبد الله عاش بيلعب له اياها مع عبد الله عاش بطريقه جيده. دائما بمر عبد الله داخل منطقه الجزاء بيلعب الكره، هالمره مقطوعه قبل ما توصل للحج مالك، ترجع مع علي قبيس. من عباس عواد لاحمد جلول، الجلول بيلعب كره طويله باتجاه ديالو وعوده رامي فقيه للخلف وابعاد الكره وتحويلها لرميتها. كرة تنلعب عالية داخل منطقة الجزاء، يعني آخر لحظات الشباب شالوا الكاميرا عن الرقم اللي دخل اللي خرج. كرة تنلعب عالية داخل المنطقة، رامي فقيه بيقطعها من جديد، ساجد أمهز بيخليها قبل الأولى. عم تبقى صفوية، طحان بتتخلص من فقيه بالمرة الأولى وبالمرة الثانية. رامي فقيه عم بيقطع الكرة ولكن تصطدم هالمرة، بترجع مع الأنصار وهالمرة شو لعيب يا حش مالك، كيف انطلق حش مالك بعده واحد على واحد لحش مالك. هذا الهدف ولكن تدخل بالوقت المناسب، عم بتكون الأمور صعبة. جلول والكرة الثابتة، هلا حينجح الصفا من العودة للمباراة باللحظات الأخيرة. الجلول بيلعبها لكن رامي فقيه موجود ليقطع الكرة، والهجمة المرتدة للغازية، مصد طويل عم 2-1 النتيجة. يعني عند وصولي للملعب كتار من الغازية جمهور كرة بالأمام رائعة باتجاه إبراهيم عبد الوهاب. حد جسمك يا إبراهيم، تدخل من الدفاع لكن مقطوعة
لمصلحة فريق السلام صغارتا. فينيسيوس 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 فينيسيوس، كرة أمامية جيمس وتدخل دفاعي جيد من لواتي. لواتي من لمسة عبد الله عيش والعرضية، لكن الإبعاد من رامي فقيه، الإبعاد من رامي فقيه بتوصل لإزرا ساجد والضغط من حجازي. ساجد والعودة مرة جديدة مع رامي فقيه أمامية، وصلت عبد الله عيش بيتقدم، عبد الله بيلعبها بالعرض، بيلعبها بالعرض ورامي فقيه بيتدخل وبيقطع الكرة الإبعاد من الدفاع ونيجيريا. إذا بهالأثناء حيدر عم يلعب الكرة العكسية مقطوعة من دفاعات شباب الغزية. أول فرصة فعلا لواتي لعبد الله عيش، بينطلق بيتحرك حسام، عبد الله بفضل الاحتفاظ بالكرة، عبد الله بينقلها ليحيى الهندي، يحيى لنادر، نادر بيلاقي حسام اللواتي والبحث دائما عن الحج مالك، لكن الإبعاد من رامي فقيه. اللعب تحت 23 عام يلي عم بيشارك كأساسي. مصطفى كساب لعلي الفضل، علي الفضل عم ينطلق عم يتسلل من وراء مدافعي الغزية، علي الفضل عم يحافظ على الكرة عم ينطلق على مشارف نقطة الجزاء، علي مازال مستمر ولكن مقطوع الكرة من جديد من دفاعات الغزية. كرة بتنلعب على الجهة اليمنى باتجاه أحمد مكي، أحمد مكي أحمد مكي عم بيعكس كرة بالكرة على الفضل، على الفضل محمد زين فران، انطلاق لمحمد زين فران عم بيسدد، محمد زين فران عم بيسدد والكرة عم تتخلص. ركني رامي فقيه يلعب الكرة جاء فضل عنتر مقطوعة من جديد من دفاعات الغزية. رامي فقيه عم بيروض الكرة بالشكل المطلوب بيلعبها لصاحب الرقم 77 خلف، رجع لمحمد حيدر عن طريق الخطأ لرامي فقيه. عوادة عم تنلعب بظهر المدافعين، ترجع الكرة لإيمانويل، إيمانويل ولكن رامي فقيه بالوقت المناسب عم بيخلص. يا حيدر أبو زيد كيف تكون هيدي اللقطة، هي الضربة القاتلة لنادي غزي المباراة. محمد صادق، كنترول من صادق وتقدم من صادق، صادق 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 بيتلاعب بالدفاع، صادق بيسدد ورامي فقيه هالمرة هو يلي عم بيخلص. بيلعبها طويلة خضر ناحية دنس، دنس تحرك، دنس تابع، لكن رامي فقيه بيقطع الكرة عن طريق عيسى يعقوبو. علي حديد بيلعبها طويلة بالرأس من يعقوبو مرة جديدة، لكن الإبعاد من الدفاع يعقوبو ورامي فقيه والكرة يلي بيمرر لعلي حديد والكرة عند لي إيروين، لي بيمر إيروين بيلعبها بيسرى مقطوعة من رامي فقيه، حسن ملاح والكنترول كمان، حسين الزين عم بيمرر لربيع عطايا، ربيع ربيع على الجهة اليمنى بيعكس العرضية ومرة جديدة رامي فقيه عم يتدخل ويقطع الكرة. كورنر لصالح فريق العهد، رامي فقيه عم بيكون حاضر وعم بيخلص الكرات. ركنية عهدوية، محمد حيدر عم يقترب منه علي الحج، فهل رح تتحرك قصيرة او انه حيدر رح يلعبها لداخل منطقة الجزاء؟ هيدا الشيء اللي بيصير والابعاد مرة جديدة من رامي فقيه الى خارج ارض الملعب. رامي فقيه عم بيخلص الكرات العهدوية، ابعدها قبل ما تتحضر امامه لخليل خميس. ما نجح، ثم علي الحج بيتقدم، بيتقدم علي الحج بيسدد علي والابعاد من رامي فقيه الى خارج ارض الملعب واحمد دياب على ارض الملعب.
اول محاوله للغازي ضربه حره من احمد مكي بتتابع بالراس من رامي فقيه بهز شباكه للحارس محمد زهر. الغازي رح يفتتح التسجيل من اول فرصه حقيقيه. Go, 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 go!